شيئان يتسببان في ثلثي عذاب القبر، إذا تخلصت منهما فقد تخلصت من أغلب عذاب القبر بإذن الله تعالى. الشيء الأول هو الغيبة، وليست المشكلة أننا نغتاب، المشكلة أننا قد لا نعرف الغيبة. كثير من الناس يغتاب ويظن أنه لا يغتاب، فمثلا ينتقد شخصا غير موجود، وإذا نصحته بالتوقف قال لك أنا لم أكذب عليه، هو فعلا فيه هذه الصفات، هذا لم يعرف الغيبة. الغيبة ليست أن تتكلم عن الشخص بكلام مكذوب عليه، الغيبة هي أن تنتقد شخصا غير موجود بأشياء هي فعلا موجودة فيه. أما إذا كانت هذه الانتقادات غير صحيحة فهذه مرتبة أشد من الغيبة، هذه تسمى البهتان، ونحن لا نتكلم عن البهتان، نحن نتكلم عن الغيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بعضهم يجلس ربع ساعة نصف ساعة يغتاب صديقا أو لاعبا أو أحد المعروفين في البلد، ثم إذا انتفخ بطنه منه انتقل إلى الآخر، وهكذا حتى يرجع إلى بيته ويظن أن قبره سيكون سليما في النهاية. لا، الموضوع ليس بهذه البساطة. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر يعذب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس. وبعض الناس يتكلم عن شخص في غيابه، فإذا قيل له هذه غيبة قال: أنا أقولها له في وجهي. كونك تقولها له في وجهي لا يحول الغيبة من حرام إلى حلال، إذا كنت قد قلتها في وجهه فقد نصحته والحمد لله، فما الفائدة أن تقولها الآن من خلفه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نعوذ بالله. طيب ماذا عنك أنت؟ إذا اغتابوك ماذا ستستفيد؟ أنت ستستفيد، إنك ستأخذ من حسنات الذي اغتابك بحسب كمية الغيبة، فإذا اغتابك أكثر أخذت من حسناته أكثر، فمسكين هذا الذي اغتابك، والله مسكين، إنه يبقى في المجلس يتحدث ويعصر الناس من هذا إلى هذا، وهو في الحقيقة إنما يعصر نفسه من الحسنات ويرسلها إليهم. وحتى إذا انتهت حسناته وبقي من يطالبه شيئا من الغيبة فإن الأمر لم ينتهي، إن الذين اغتابهم سيعطونه من سيئاتهم إذا لم يجدوا عنده حسنات ليأخذوها. قد يقول قائل: لقد اغتبت أشخاصا فيما سبق، فماذا أفعل الآن؟ هل أذهب وأخبرهم لكي يسامحوني؟ لا لا لا، يوجد حل ذكره العلماء. الحل هو أن تدعو لمن اغتبته في ظهر الغيب بمقدار الغيبة والنميمة، لكي يصل إليه من الحسنات ما يساوي المقدار الذي كان سيأخذه منك يوم القيامة، فتكون قد كافأته ونجوت أنت بحسناتك. أصلا سيكون هناك ملك من الملائكة يؤمن على دعائك فيقول آمين ولك بمثل، أي أنك ستحصل على نفس الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحاول أيضا أن تمدح هذا الشخص الذي اغتبته بما هو فيه على الحقيقة عند نفس الأشخاص الذين اغتبتهم عنده لكي تصحح من خطائك. قال قتادة: عذاب القبر ثلثه من الغيبة وثلثه من النميمة، فإذا تخلص من الغيبة والنميمة فقد تخلص من ثلثي عذاب القبر.